هو صاحب الحال، هو الذي تعود الحال عليه. يمكن يكون فاعل، يمكن يكون فعل، يكون اسم مجرور بالحرف، يمكن يكون خبر، محمد قادم أطال راكبا، يمكن هذا صاحب الحال السوق، قول هذا الحال له. فترات يكون الحال متعدد لشخصين، هو متعدد والشخصان متعددا، مثل رأيت زيدا راكبين، الاثنين رانا راكبين، لكن الآن رأيت زيدا، رأيت هندا طالعة نازلا، بين طالعة لمن ترجع ونازلا لمن ترجع، القارينة اللفظية. أحيانا رأيت زيدا طالعا نازلا، قال العلماء يعطى الحال الأول للثاني والحال الثاني للأول. رأيت زيدا طالعا نازلا، شكون هو طالع؟ زيدا. شكون نازل؟ أنا. تعطي هاي قواعد باش تعرف واش حب يقول، ما خلوهاش هكذاك سايبة. تعطي الحال الأول تعطيه للثاني، والحال الثاني تعطيه للأول، وهذا بلا خلاف. فهنا وأنت تتدبر القرآن الكريم تقرأ قوله تعالى في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الشيء الصمد صحيح أنهم يعرفونه بأنه الذي تصمد إليه الحوائج، أي تفتقر إليه ولا يفتقر إليها، لكن هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم. وكأن علماء الكلام غلب عليهم خوف إثبات الصفات التي هم يتوهمونها نقصا، فصاروا يشهرون فقط التأويلات إما الخاطئة أو التي تثبت باللزوم، تثبت باللزوم. فالصمد في الحقيقة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو المصمت الذي لا جوف له، وهذه صفة كمال مش صفة نقص، لا جوف له. لأن أباك ربي غير خلق الشيطان، غير خلق آدم، صوره قبل أن ينفخ فيه الروح، حام حوله الشيطان فقال له جوف ظفرت به، عندي منين ندخل له. الذي له جوف يحتاج أكل وشرب، وبالتالي يحتاج إلى إخراج ما أكل وشرب. لذلك ربي لما ذكر استدل على ألوهيتي بماذا؟ على نفي ألوهية عيسى، كان يأكلان الطعام ما قالش ويخرجانه، لأن القرآن حي. كان يأكلان الطعام، واحد مفتقر يصلح إله؟ ما يصلح إله. فالله تعالى لا جوف له، والذي لا جوف له أن له أن يلد، صح؟ أحد وش معناها؟ أحد مش معناها واحد، أحد هو الذي لا أصل له، لا أصل له، كاش منين جاء أحد؟ فرق بين واحد وأحد. الله تعالى لا أول، هو الأول، لا أحد، لا أصل له ولا جوف له، صح؟ أحد لما كان أحدا فهو لما كان أحد لم يلد، صح؟ لما كان، قل هو الله أحد، إيه؟ لما كان أحدا لم يولد، ولما كان صمدا لم يلد. شوف الترتيب كيف جاء، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ترجع للصمد لأنه صمد كيف يلد، ولم يولد ترجع للآحد لأنه لا والد له، فهمت؟ ولم يكن له بالضرورة، من أجل هذا لا يكون له كفوا أحد أبدا. هذا تنظير فقط، أنا شباب الحال تنظير. كذلك لقيت زيدا طالعا نازلا، ترجع للثاني الأول تعطيه للثاني والثاني للأول، عاد عليه التفاق.